الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار خام البصرة خلال شهر تموز الماضي وفقا لمنظمة أوبك، وقال أوبك في تقريرها الشهري أن سعر خام البصرة المتوسط بلغ شهر تموز 83 دولارا و53 سنتا، بارتفاع بنسبة 1.9% مقارنة ب 81 دولارا و96 سنتا لشهر أيار. وبينت أن أسعار خام البصرة سجلت خلال العام الحالي بمعدل ساري بلغ 81 دولارا و99 سنتا، بينما سجل في عام 2023 معدلا ساريا بلغ 76 سنت دولارا و75 سنتا. حذر مختصون من خطر يهدد الاقتصاد العراقي سببه المصارف الأجنبية خلال داخل البلاد، فيما أشاروا إلى أن البنك المركزي يقيم المصارف المحلية بمعيار السبعينات. وقال المختصون إن المصارف العراقية تقيم من قبل البنك المركزي بمعيار السبعينيات من القرن الماضي، ذلك لضعف العمليات التي تجري في القطاع المصرفي لأن معيار البنك المركزي لا يعطيها أهمية في التقييم. وبيّن المختصون أن القطاع المصرفي العراقي شبه متوقف والعمل والأرباح محصورة في عدد من المصارف. أعلنت غرفة صناعة الأردن أن العراق ثالث أكبر مستورد خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي. وذكرت الغرفة أن صادرات الغرفة خلال الأشهر السبعة الماضية بلغت 3,996,000,000 دينار أردني مقابل 4,440,000,000 دينار أردني للفترة نفسها من عام 2003، مبينة أن حصة العراق منها كانت 525 مليون دينار. ذكرت منظمة العمل الدولية أن معدل البطالة بين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وصل إلى 24.4% في العام الماضي، وهو ما يمثل الضعف المتوسط العالمي الذي بلغ 13%. وتوقعت المنظمة أن يسجل معدل البطالة في الشرق الأوسط ارتفاعا طفيفا في عام 2024، غير أن ذلك المعدل لا يخفي وضعية الشباب الذين لا يحظون بفرص عمل ولا يتابعون تدريبا فنيا ولا يدرسون. ذكر تحليل في موقع زيرو هيدج المتخصص في شؤون المالية أن البنك الفيدرالي الأمريكي أمضى الأعوام 16 الماضية في تغذية الفقاعات المالية في وول ستريت. وأوضح الموقع أن ضخ التريليونات عزز فقاعات موازية في الأصول العقارية التجارية والسكنية، ليس في الولايات المتحدة فقط ولكن في جميع أنحاء العالم، خاصة في الدول وتلك الدول التي تتبنى سياسة الدولار. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز للقاء.